اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. عندنا بعض حاجات جايلنا كتير جدا، اسئله واستفسارات عندها، جزء منها الاستاذ محمود شكل وجزء منها الاستاذه اسماء. هنبتدي استاذ محمود. استاذ محمود، في خبر اعتقد ان انت قلت لنا عليه، بتاع موضوع العاملين بشركه الكهرباء اللي كان مش متوافق لهم على موضوع الاجازات. طبعا اليوم نجحت السفيره نبيله مكرم في انهاء قضيه عمال المصريين العاملين بشركه الكهرباء. بعد اجتماعها المستمر مع السيد وزير شركه الكهرباء، تم انهاء القضيه بفتح واعاده فتح الاجازات مره اخرى للعاملين بقطاع الكهرباء. يعني انت لو خارج مصر وعندك مشكله كانت تواجهك مع شركه الكهرباء في انهاء التعاقد بتاعك بعد مده 5 سنوات، لا، النهارده نجحت السفيره نبيله مكرم وزيره الهجره، لها كل الشكر والتقدير في انهاء القضيه بفتح واعاده الاجازات مره اخرى. طبعا بنشكرها شكرا جزيلا. السفيره نبيله مكرم بتقوم بدور كبير جدا، ومكتبها بصراحه بيتابع خطوه بخطوه اي حاجه تتعلق بالمصريين في الخارج، وده تقريبا استاذه اسماء لمسته عن قرب من المتابعه في خلال سفاره لبنان، صح؟ اكيد. استاذه مريم كانت دايما بالتواصل معايا، وكانت بتسال دايما على اخر الاخبار بتاعه القضيه بتاعه عطيه. فلا، شكرا جزيلا معالي الوزيره واهتمامها ونشاطها الدائم في خدمه ابناء الوطن. طب انا هرجع لك تاني، عشان انت كان في حوار ضار بين حضرتك وبين القنصل العام في لبنان. طب خليني بعد اذنك وائل السيسي. الحوار ده كان ممتاز جدا، وكان حاجه كده محترمه قوي قوي قوي. استاذ شرح، خلينا بس قبل ما نخرج تاني، بس هنرجع لشكل. في سؤال مهم يعني بيطرح نفسه، هل انت كمصري تعمل بالخارج مصر، هل انت موافق على موضوع فتح الاجازات؟ يعني لو موظف داخل مصر وجات له فرصه عمل بره بيجمد وظيفته بيسافر، هل انت معه او ضد؟ يعني هل انت موافق عن اللي يخرج بره مصر يحفظ وظيفته ويعمل بالخارج، ولا لا ينهي التعاقد بتاعه ويطلع بره يسافر براحته؟ هل انت معه او ضد؟ ده يعتبر سؤال الحلقه النهارده. لمين؟ لكل اللي بيشاهدنا. رايكم يعني، وليك انت طبعا بالاخص ساعه مشوار. رايكم لو نعمل استفتاء على ليك انت طبعا. انا محتاج، انا زي ما انت قلت لي قبل كده رايك، فاكر؟ انا عايز رايك النهارده. احنا عايزين راي المصري في الخارج برضو، يعني احنا عايزين نعمل استفتاء في الحلقه بعد الحلقه ان شاء الله. المشكله بتاع الناس الحمد لله رب العالمين اتحلت ووضعهم زي الفل، وهيجددوا ان شاء الله والموضوع ماشي تمام. طب راي حضرتك نرجع لك تاني بقى في نقطه مهمه بعد ما دخل لك حبيبك وحبيبنا كلنا احمد ابو عدي. اهلا اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا احمد ابو عدي، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معالي الاستشاري، اهلا وسهلا ابو حميد. كل عام وانت طيب. وانت بالف خير يا رب. تحياتي المعاليك، وتحياتي الحبيب قلبي محمود شكل. ربنا يخليك. شكرا ابو حميد. استاذه اسماء، ميرسي يا استاذ احمد. الله يبارك فيك. طبعا موفقين ان شاء الله في البرنامج الجميل ده. طبعا عايز محمود بس الفت نظره ان في عنده قضيه مهمه، شركة أزميل. العمالة في شركة أزميل، العمالة في شركة بيان، مجموعة البيان. عندك شركة باللازم. كل ده تأخير رواتب، وطبعا صفحة إعفاء كانت هي اللي متولية القواضي دي الفترة اللي فاتت، من شهرين. طبعا بعيد عن السعودية حاليا في مصر زي ما أنت عارف، بس برضه كله على تواصل معانا بشكل يومي. أحمد، أنا عايز أسألك على حاجة. ما يعني مش هينفع محمود اسالها له واحنا بعيد عن الهوا. هو ايه اللي خلى صفحه اعفاء في، انا حاسس ان الموضوع قل فيها شويه، انت شايف ده ايه؟ صفحه اعفاء بسبب وجودي انا ومحمود حاليا في مصر. لا مش سامع يا بقول لك، بالنسبه عشان خاطر انا ومحمود حاليا في مصر. عشان محمود في مصر في صفحه اعفاء هاديه شويه؟ احنا مش عايزين نرجعه لكم تاني. خلاص بقى. طب احمد، خليني اقول لك على حاجه مهمه. هو بيتكلم دلوقتي الاستاذ احمد ابو عدي موثق الحمد لله جمهورك، هو بيتكلم عن 3 شركات كبار، وهي شركه ازميل وشركه البيان وشركه بلادن، عن تاخر الرواتب لسنه وسنتين رغم حصول عدد كبير جدا منهم على احكام قضائيه تلزم الشركات بدفع المستحقات والرواتب. احمد، خلينا ناخد منك كده الاجابه، يعني ايه بعد ما خدوا الاحكام القضائيه الناس هتروح فين؟ مفيش اي استجابه لحاجه، حتى بعد الاحكام مفيش استجابه، يعني الناس مش عارفه تاخد مستحقاتها بعد الاحكام اللي صدرت ليها. ايه الضرر اللي بيقع؟ خليني اوصف لي كده الصوره، لما واحد يقعد بالسنه بدون راتب عندك في اي دوله يعني. اولا مفيش معاه مقابل يدفع السكن.
ثانيا لو لا قدر الله تعب مفيش معاه مقابل يجيب علاج، بالتالي بيجلس في الشارع وبيلجا لاي طريقه عشان يجيب منها لمحمود 100 للمستشار احمد 100 لاحمد 100، والناس وضعها دلوقتي حاليا في السعوديه ما يسمحش لكده. الشركات دي بتضم عدد كبير يا احمد. عدد كبير، عدد مهول. شركه ازميل فوق ال 5000. طب ايه الجهه اللي ممكن ننشدها يا احمد على اساس انها تساعد او تدعم من الناس دي؟ يعني نفس المشكله تقريبا كده عندنا في حوالي 4 أو 5 شركات بس. طب فمين الجهه المسؤوله عن تنفيذ احكام ضد يعني ضد الشركات المتعثره او اللي مش قادره تدفع او اللي ما بتدفعش بمزاجها عشان نخاطبها؟ لان كده الموضوع بقى زياده. سعاده المستشار احمد، يعني نعلم تماما ان البطء في العدل ظلم. مفيش عدل يا محمود، هو طلع لك احكام وطلع لك احكام نهائيه. لكن متى يتم التنفيذ؟ المشكله ماشي، ما هو احنا عايزين نسال مين المسؤول عن التنفيذ. الناس دي اكيد موقوفه خدماتها، اصل احنا كنا عايشين في ده. صحيح، موقوفه خدماتها وما بتقدرش تعمل اي اجراء وما بتقدرش تعمل على الحساب البنكي والسجل بتاعها موقوف، فمعنى انها مش بتدفع. يعني هل الشركات دي قفلت مثلا وهربوا؟ شركات كبيره جدا، احنا بنتكلم عن شركه بن لادن. شركات تعاني من أزمة حادة، أزميل وبلادن وشركة البيان بها ألاف مؤلفة من العمالة المصرية حصلوا على أحكام قضائية، للأسف الشديد ليس لهم أي رواتب ولا أي مصدر للدخل، يعاني من ظروف صحية بسبب عدم وجود يعني كروت صحية يلجأوا بها المستشفيات، ما عندهمش ما يصرفوا بيه من نفقتهم اليومية من مأكل ومشرب. يجب أن يكون هناك تدخل وسرعة تدخل من الجهات المختصة وعلى رأسها السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية. انت شايف احنا كده عندنا كام شركة لإنقاذ كل شركة في السعودية؟ صحيح، إحساء والطايف وجدة وجدة، يعني عندنا 5 أو 6 شركات في ألاف السعودية مؤلفة يعني. بس طب ده مين اللي المفروض يراجع فيهم؟ هقول حضرتك على حاجة عشان أستاذ أحمد دخل معانا. تمام، خلينا ياسر، أقسم بالله العظيم ياسر، حاول كده أستاذ ياسر المعد توصل لنا كده لسعادة المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، حاول كده توصل معاه. طب هتتواصل معانا نعمل إيه؟ ناخد رأيه، لأن لما نقول ألاف مؤلفة وعائلات متضررة يبقى لازم يكون في رد رسمي. مش هيحاول أستاذ ياسر يوصل له. تعال نخرج من الموضوع عشان كده الأعداد كبيرة جدا، أنا خايف أخش على مليون. احنا عايزين نسال، انت قلت لي في مشروع خاص بنقل الجسامين. بصراحه نقل الجثمان للعاملين بالخارج هي اكبر قضيه شغلت الجميع، وهي تعتبر قضيه تمس القلوب وتمس الاسر، ويعني طبعا القضاء والقدر ما فيش فيه يعني فصال، لكن احنا نسال الجهات المختصه بمحاوله انهاء القضيه بالكامل، حتى يعني لما حد يتوفى خارج مصر مش عايزين نقعد نقلبها قضيه راي عام والنشط ده والنشط ده، لا عايزين اليه معينه. واحنا اقترحنا قبل كده اكتر من اقتراح، وهي اضافه لو مبلغ رمزي بسيط على جواز السفر او تصريح العمل، المبلغ ده يروح لصندوق، الصندوق ده يكون مختص بنقل الجسامين تحت اشراف الجهات المختصه، وهي وزاره الهجره ووزاره الخارجيه، حتى ننهي القضية بالكامل، لأنها تعتبر قضية مأساة بتمس عدد كبير جدا. يعني تخيل أنت حد توفى خارج مصر وللأسف مش قادرين نشحن الجسمان. إيه رأيك في الكلام ده أستاذ أسماء؟ المبالغ يعني كلام كبيرة. تمام جدا، واقتراح ممتاز جدا جدا، أشجعك فيه يا أستاذ محمود، وكلنا دايما بالنادي بحل مشكلة النقل الجسامين دي، لأن دي من أهم المشاكل اللي بتقابلنا وبتتعرض علينا من طب أنا أطرح على حضراتكم سؤال، هو أنهي الأسهل، إن أنا أنفذ قانون ولا أنا اسيب القانون واروح ادور على مخرج بعيد عن القانون؟ لا اشوف مخرج، لان انت هنا بيبان حاجه، تكاتف المجتمع مع الجهات المختصه، لان الجهات المختصه بيبقى الموضوع ثقل عليها، لان انت احنا بنتكلم في قضيه كبيره جدا، نقل جثمان بيكلف مبالغ ماليه كبيره. فهنا لما هو الموضوع منظم قانونا استاذ محمود، ما هو ليه ما نتمسكش بالتنفيذ ونروح نطلع طب انا اللي فعله؟ امال مين انا قاعد قدام حضرتك هنا في مدينه الانتاج الاعلامي واروح انا بس، لكن مفترض ان في حد شغال على تفعيل القانون ده. احنا عندنا يا جدعان تاني للمره الثامنه عندنا وثيقه التامين المعمول بيها في كل دول الخليج بتكفل نقل الجثمان وتجهيزه على حساب شركه التامين. الكلام ده يا فندم والله ده القانون، الدوله الوحيده اللي بتحتاج القانون غير مفعل، الدوله الوحيده اللي بتحتاج شهاده اعصار او عدم قدره دوله الكويت. الدولة الثانية اللي ما كانش عندها الموضوع منظم دولة لبنان. طب احنا ولبنان عملوا الضمان.
اللي عمله السفير. عمله انت بس كابت بيروحوا بقيه الفلوس بتاخدها الاسره. بتتكلم عن قانون غير ان كان موجود على الورقه او القلم غير مفعل. انا عندي حساسيه والله من موضوع قانون مش مفعل ده. ما حدش يقول لي قانون مش مفعل. غير قانون مفعل. مش مفعل يبقى حضرتك مش عايزه، مش متمسك بيه. طب ما احنا نعالج. انا لو دخلت قدام قاضي ما اتمسكتش بالقانون هيحكم عليا. سياده المستشار، من راي حضرتك احنا نعمل ايه عشان القانون ده يتفعل؟ يعني الجهات الرسميه تطالب الجهات الرسميه بالطرق النظاميه. يا جدعان احنا عندنا قانون 1 2 3 4، لان انا اعلم تماما ان في ناس ده بتنفذ ده في بعض السفارات بعد نقل الجثمان. في ان كانت على حساب التامين او ان كانت بالجهات بمجهود الشخصي، احنا نبحث طيب عن حل جذري ونهائي لانهاء قضيه نقل الجثمان. انا استاذ رجب. اهلا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يكرمك. اهلا عم رجب. تحياتي يا استاذ محمود. الله يعزك حبيبي استاذ محمود. اتفضل عم رجب. الله يبارك في حضرتك. اتفضل يا فندم. انا سمعت حضرتك بتتكلم عن نقل الجثمان. شوف عم رجب، انا يعني عم رجب طبعا هو الراجل ده يعتبر عمده الجاليه المصريه في جده وفي اكتر من مكان. انا برحب بيه لانه طبعا تعب، عامل مجهود كبير قوي في موضوع نقل الجثمان. احكي لي كده عن اخر قضيه كنت متبنيها عم رجب. اخر قضيه دفنت ولا في السعوديه ولا نقل الجثمان؟ نقل الجثمان في السعوديه. نقل الجثمان اولا بنقدم تعازينا لاهلنا في دلنجات البحيره وفي جمهوريه مصر باكملها في الشهيد بامر الله محمد صبحي رحمه الله. قتل في جده على يد باكستاني، وانا بعت لحضرتك الورق، وهو محاسب وقتل على يد باكستاني يوم الخميس. الخميس الماضي؟ تمام؟ لا صار عليه شهر الان، داخل في شهر الان. تمام تمام تمام. محمد صبحي رحمة الله عليه اتنقل للطب الشرعي وتم إجراءاته. كل ده ما يهمش نقل الجثمان بتاع محمد قد ما بيهمنا إزاي إن دولة القاتل، قنصلية القاتل، بتبعت محامي وقانوني إن هو يتابع التحقيقات لتحويلها لمشاجرة. ولكن بنشكر هنا القضاء السعودي والعدالة السعودية ورجال الداخلية السعودية وتعامل معهم برقي وبأدب وباحترام. وهنا كان موقف الدور المصري، حتى انا قلت للاستاذ محمود يتصل على اللواء صبحي والد محمد يعزيه، اخونا الاستاذ محمود شكل. كلنا طبعا متقدم له بالتعازي وربنا يرحمه ورب يغفر له ويسامحه خالص التعازي طبعا يا رب العالمين. اللي هو في وفاه اخونا طبعا رحمه الله عليه. رحمه الله عليه، الله يرحمه. طب عم رجب انا بس عايز طبعا، انا طبعا خلص التعازي للاسره الكريمه، لكن انا عايز منك بشكل عام امتى ننهي القضيه بتاعت نقل الجثمان؟ نقل الجثمان لما بيكون مطروقة للقنصل العام ولموظف قسم الوفيات. بنشكر هنا برضو في الرياض معالي السفير الدكتور إيهاب عبد الحميد، رجل متعاون ورجل ما بيلتزمش بالأمور اللي هي السلبية، ورجل لمواقف إنسانية. في الحالات اللي زي دي بيقدم جواب نقل الجثمان تشريفا وتكريما للدولة أنها بتحترم المواطن. طبعا تمام. انما قنصليه جده للاسف متروكه لهوى القائم بالاعمال انذاك اللي هو القنصل سامح، المستشار سامح الغمراوي، قبل وصول معالي السفير هشام فتحي. الان هو رجل ان شاء الله ليه اسبوع، ونتمنى ان هو يكون على خطى السفير عادل الاجدي. طب عم رجب معلش انا اسالك سؤال كده عشان انت تقريبا هتفهم كلام. شركه التامين ملزمه بنقل الجثمان، ليه السفارة ما بتخاطبهاش أو القنصلية بتخاطبها وتقول لها إن إحنا عندنا 1 2 3 4 حصل حسب النظام المتبع إن أنت ملزمة بنقل الجثمان؟ أول شيء سيادتك الإخوة أهلنا في الصعيد هم بيطالبونه أكتر شيء بتسفير الجثمان، وكنا قبل القانون وقبل كل شيء كان عندنا رجل مصري فاعل خير بيتحمل تكلفة نقل الجثمان. هنا الآن القنصلية عشان تخاطب القنصلية تديني خطاب عشان أرحل الجثمان تشريفا وتكريما للمواطن، وبعدين هي تحاسب الكفيل أو تحاسب شركة التأمين فيما بعد. الله يفتح عليك عم رجب، والله العظيم يا عم رجب أنا حبيتك عشان أنت جبت اللي في قلبي. الله يبارك في حضرتك. لكن لما يكون هناك قانوني بمعنى كلمة قانوني، واخد بال حضرتك؟ أيوة. إنما قانوني بيميل لهواه المواطن ضايع. كتير من هموم الجاليه المصريه بيتاجر بيها مستشار فلان ومحامي فلان وفلان وفلان، ورموز بتعاني منها عمال الجاليه، كوادر الجاليه ونخبتها وشرف الجاليه هم العمال والفنيين يا استاذنا.
طبعا واخد بال حضرتك طبعا. اهلنا في الصعيد لما استنى اسبوع عشان خاطر يخاطب هيقعد 15 يوم. احمد صبحي بفضل الله انجزت في 48 ساعه، كان مروح لاهله بحضور اخوه وحضور الناس. ونشكر شركه الجدراوي اللي هي شركه الكفيل ده. تخيل القنصليه بتتصل على شركه الجدراوي، كفيل محمد، بيقولوا له انت هتحمل الجثمان، قال لهم عيب، انتوا بدل ما توقفوا معايا محامي مع المحامي بتاعي احمد الزهراني في النيابه، جايين تطلبوا لي فلوس، انا اوزنكم فلوس، عيب الطريقه ديت، واخد بال حضرتك؟ فاحنا بيستهان بينا يا جماعه. الجاليه المصريه بريئه من كل المسميات ومن كل النخب ومن كل الكوادر ومن كل من يتاجر بهموم الجاليه المصريه. حق. انا رجل فلاح. صح. انا طبعا عم رجب، انا طبعا انا اللي بشكرك على رجب، احنا اتشرفنا بيك وبندعو لك كده ان انت تفضل يعني كده مستمر في دعمنا ودعم الرجاله اللي موجوده هناك، واحنا ما بنخافش على اللي بره طول ما في وسطيهم اللي زي حضرتك. واحنا طبعا في اي وقت حضرتك تتصل علينا تخش هوا على طول ومعاك وهنوصل الصوت ودي اقل واجب يعني. ربنا يبارك فيك. الف شكر عم رجب وشرفتنا. للجميع تسلم. وزير السيدة وزيرة الهجرة لابد ان ترعى شؤون المواطنين في الخارج. والله عم رجب هنتكلم في الموضوع دلوقتي لان احنا مش عارفين وزارة الهجرة هل هي لشؤون المصريين في الخارج ولا التنسيق في الداخل. عم رجب سريعا كده قول لي يعني ما رأيك في عمل صندوق يختص بنقل الجثمان من الخارج، يعتبر نفقته أو مجموع الأموال اللي تكون فيه من خلال المصريين الموجودين بالخارج، يعني صندوق تحت إشراف الجهات المختصة. عايزين صندوق طبعا، عشان نعمل صندوق لازم يكون تحت رعاية وأعين السلطات السعودية أولا طبعا، بما يسمح به القانون. صحيح. بما يسمح به القانون، ولكن جمعية رسالة هي اللي بتتحمل نفقة الدولة، وأنا زي ما قلت لحضرتك يا أستاذ محمود ماشية على هوا موظف القنصلية بشهادة فجر، عايز شهادة بحث اجتماعي، واخد بال حضرتك؟ زي بما تعني كلمة شهادة فجر كده بالفلاحي. طبعا عم رجب النقطة، طبعا عم رجب ليه 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 بعد السفارة ما بتخلص ما يعتبرش الفلوس ده زي التيسير الأمور وترجع تاخدها تاني من ملزم بيها؟ ليه احنا نختبر حاجة جديدة ونضيع فلوس؟ هو عم رجب لو عند حضرتك عامل عليه 2000 ريال هيروحوه؟ لا يا ماشي، احنا هنروحه بفضل الله. انتوا هتروحوه يا عم رجب، بس انا بسال سؤال تاني، الجهه او جهه العمل هتروحه لو هو عليه 2000 ريال ولا هنلمه ونسددهم له عشان نعرف نروحه؟ هنلمه ونسددهم له يا فندم. الخيل من خياله، احترام المواطن حينما يحترم المسؤول مواطنيه، احترموا مسؤوليكم، احترموا مواطنيكم كم يحترمكم الناس. قبل ما اقفل معاك، يا عم رجب، انت طبعا من ضمن الناس اللي كنت متابع معانا قضيه المواطن المصري علي ابو القاسم المحكوم عليه بالاعدام، اخر التطورات؟ ندعو الله لاخر التطورات يا محمود بيه عشان يتكلم كلام حل نهائي، وانا لست رجل قانون، ولكن الحل النهائي لعلمك المملكه العربيه السعوديه قضايا النفس وقضايا المخدرات لا يظلم فيها احد. واخد بال حضرتك؟ مفيش قضيه قتل سجلت ضد مجهول، واحنا بنحترم السلطات السعوديه انها بتحمي حدودها وبتحمي دولتها، بتحمي امنها، تمام؟ طبعا. واخونا علي بقاء، اخونا علي الله يفك اسره، في مكتب دبان قايم في قضيته في المستشار عبد الفتاح، وانت عارف حضرتك ان مكتب محاماه في السعوديه ما بيشتغلش لله. طبعا. صحيح. احنا من رجال العمل العام والعمل التطوعي في وجود ناس محترمين من الجاليه المصريه. طب اخر تطورات القضيه يا عم رجب قبل ما اقفل معاك. القضيه ان المستشار عبد الفتاح يسال ان هو كان نازل يقابل السيد النائب العام، اخر حل للقضيه ان السيد النائب المستشار النائب العام وده رجل فلاح، رجل نزيه، رجل محترم، يحاكم الناس في مصر. وعن طريق مكتب التعاون الدولي يتم كل شيء، واظن السيد مع النائب العام الان موجود مع السيد النائب العام. عم رجب خليني اسالك سؤال اخير قبل ما نخرج بموضوع قضيه علي. هل حل في قضيه علي ابو القاسم السباب اللي بيحصل للشعب وللحكومه السعوديه على مواقع التواصل؟ هل ده اللي هيفرج علي؟ حضرتك انا احترم حضرتك، جيت على الجرح، انا ضد اي قضيه تنشر على الفيس لان اللي في مصر بيشتم السلطات السعوديه وده بيعرقل، ما بيتعاملش بقى بالقانون. احنا طبعا لما بتشتم طبعا بيتعامل بالقانون، لما نبطل نشتم يتعاملوا معانا بروح القانون زي الحاجه سعديه. طبعا طبعا. الله يفتح عليك يا عم رجب، الله يفتح عليك طبعا. الف شكر. احنا ضد اي تجاوز من شكرا اي حد عندك قضيه خارج مصر او داخل مصر، اطرحها بشكل ادبي وشكل مقبول، لكن احنا ضد اي تجاوز. عايز اوضح حته مهمه جدا في 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 كلام عم رجب. والحمد لله رب العالمين بفضل مؤسسات الدوله. نفس اللي حصل مع المتهم باكستاني هو نفس اللي حصل مع متهم مصر. احنا رحنا وكنا مدعومين والسفاره دعمتنا كويس جدا. بالظبط. صح؟
ووقفنا عشان نقف على نقطة معينة. احنا من حقنا قانونا ان احنا نضمن سير التحقيقات مع المواطن المصري في الخارج. وده اللي احنا قدرنا نوصله. مساعدة القنصل العام. وخدنا موافقة بان احنا نكمل. الكلام ده احنا نادينا بيه كتير جدا. ولكن النهاردة السلطات اكثر احتراما من ان احنا نطالب. هي بتنفذ ده على طول. معانا استاذ عماد من لبنان. اهلا وسهلا استاذ عماد. اهلا مساء الخير. مساء النور. ازيك يا باشا؟ ازيك يا استاذ المستشار؟ والله في نعمه الحمد لله. انا كان لي شرف بلقائك مرتين يعني. وانا اللي اتشرفت والله بكل اللي قابلتهم هناك وبحضرتك استاذ محمود بالاخص. اهلا بيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ازيك يا اسماء؟ اهلا بحضرتك استاذ عماد. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ محمود. شكل اللي انا بغير منه على اللي بيعمله كله للناس كلها بجد بصراحه يعني. انا اللي بشكرك جدا. انا نفسي اكون يعني واحد على مليون منك. انا اللي بشكرك جدا. انا اللي بشكر حضرتك. الله يخليك استاذ محمود. بالنسبه للوضع هنا في لبنان عامه, بالنسبه لنقل الجسامين, كل واحد مطالب انه يعمل اجازه عمل كل سنه. من ضمن اوراق اجازه العمل كارت التامين. كارت التامين بيشمل العلاج واصابات العمل وترحيل الجثمان. تمام. زياده على ذلك بيطلع للمتوفي تعويض تقريبا حوالي 8000 دولار. تمام. بيطلع منهم تقريبا نقل الجثمان يعني بيطلع حوالي 5000 دولار. هل مفعل؟ مفعل القانون؟ مفعل وما ينفعش يجدد اقامته غير بيه. مفعل يعني انتوا جربتوها في نقل الجثمان؟ مفعل. ممتاز. مفعل. والحاجه الحلوه كمان الاحلى كمان ان الجاليه المصريه اتفقت مع شركه تامين واحده على اساس المصريين اشتركوا فيها. كويس. علشان نقدر يعني نكتر امتيازاتنا من الشركه. ما شاء الله. نرفع سقف مثلا التعويض, نرفع سقف الطبابه. يعني مثلا كل واحد مثلا مسموح له يدخل المستشفى 3 مرات في السنه. كل مره لا تقل عن 7500 دولار. ممتاز جدا. مسموح في السنه 35000 دولار علاج. انا اللي بشكرك جدا. انا اللي بشكرك جدا. ده دور كنت السفير نزيل النجاري كان هو اللي عامل. كان برعايه فعلا كده. كان اقتراح مني شخصيا ومن بعض اعضاء الجاليه. استاذ عماد النويهي. وطبعا برعايه رئيس الجاليه الدكتور احمد ياقوت والمهندس توفيق حلمي, وكان كمان برعايه الاخ الاكبر. ما نقدرش نقول عليه اكثر من اخ اكبر يعني فعلا, لانه فعلا يعني حبيبنا في بعض اكثر. اللي جت تستفيدنا زي النجاري. طب عم عماد, طالما انت دخلت على الجزئيه اللي تختص ترابط الجاليه مع بعضها, قول لي رايك في تكوين اتحاد يختص بشؤون العاملين بالخارج يكون بنظام الانتخابات. ما رايك في تكوين اتحاد او كيان يكون همزه الوصل بين العاملين بالخارج ومؤسسات الدوله؟ انا بتمنى استاذ محمود على الكلام ده. انا بتمنى وبايد حضرتك في الكلام ده فعلا. احد اعضاء الرابطه يا استاذ عماد, صح؟ استاذ عماد. استاذ عماد من حضرتك احد اعضاء الرابطه, صح؟ عضو في الرابطه, رابطه المصريين بلبنان. انا بصراحه يعني شدني عندكم في لبنان التعاون بينكم, وان انتوا على راي واحد وراي صائب واحد بس, ان انتوا اجتمعتوا على شركه تامين. طبعا الكلام ده اللي احنا بنادي بيه السفير اللي جدا يعني. السفير ده طبعا السفير ما هيشتغل لوحده مش كده. جهاز المستشار اقتراح من الرابطه. من الرابطه هو ده اللي بقول عليه. نعم. تكاتف الجهات المختصه مع صوت الناس. بالظبط. شكرا يا عم عماد. شكرا يا استاذ عماد. شكرا شرفتنا. النقطه اللي كان بيتكلم فيها الاستاذ عماد هرجع لك تاني. هرجع لك تاني عشان موضوع الاتحاد ده انا معترض عليه. طيب احنا سؤالنا تاني النهارده, هل انت مع تكوين اتحاد يختص بشؤون العاملين خارج مصر برضه بنظام الانتخابات؟ نعم. انا بوجه السؤال لسيادتك. نعم. لا طبعا. انا ضد عمل اي سفاره موازيه. اللي عليه شغل يعمله وكلنا نساعده وكلنا خدامين. اما عشان اروح النهارده اعمل كيان موازي والكيان ده يتاخد هنا او هنا او يرجع يعادي مؤسسه. طب ما انت عندك هنا نقابات. طب ما انت عندك هنا نقابات وعندك جمعيات وعندك جهاز فاضل. انت في النقابه الواحده هتلقى مقسمه ل 30 اتجاه. ما في الاول اخير في رئيس في الاخير في انتخابات. انت تقدر تجمع النهارده 100000 في كيان واحد. عمرك ما تتفي. لكن عمرك ما تتفي. لكن انا اتحدث انت بتتعامل مع شعب الحمد لله رب العالمين كله رؤيس. انا اتحدث عن كيان يكون بنظام الانتخابات اتحاد رسمي يكون معترف به من الجهات المختصه. ليه؟ يكون هو هيعمل ايه؟ همزه الوصل وتوصيل راي ومقترحات من يعمل خارج مصر للجهات المختصه ومتطلباتهم ومشاكلهم. ما هو في اضراب قايمه على ده. لان انت السفارات مشغوله.
بالظبط. ما ماليش دعوه بالسفارات، ما انت عندك الوزيره بتتابع. ما هي مش هتتابع كل حاجه، ما انت عندك مش هتتابع. طب ما هو يا عم، ما هو الناس حاطه ممثلين للجاليه، ما هم غير معترف بيهم. احنا كده كده ما احنا بنتكلم عن تجاره، عايزين نعمل اتحاد ونضم الناس دي كلها المعترف بيهم. السفارات لا مش هنأمن، السفارات دورها زي ما هو دورها. هتعمل ايه الاتحاد؟ لا يعني زي هو تقديم اقتراحات وتقديم مساعدات. انا هدي لحضرتك مثال. انت عندك اعضاء مجلس الشعب. لا هنا ايوه لسه احنا جينا للنقطه دي بقى. اعضاء مجلس الشعب الثمان نواب عن المصرف الخارج، للاسف في ناس كتير جدا، وانا بقولها على الهوا، ما تعرفش اسمهم ايه ولا شكلهم ايه ولا بيعملوا لنا ايه، عملتوا ايه للابناء الوطن في الخارج؟ خليك معانا. الثمان نواب المصريين العاملين اللي في البرلمان، حد ما حدش فيهم كلمني بخصوص قضيه عطيه ولا على ابو القاسم ولا المشاكل اللي بره. مش شغلهم تشريعي. حدثني عن الاربع سنين اللي فاتوا دول، المشروعات تم للعاملين بالخارج. احنا كنا زمان بوضع وتحولنا لوضع ثاني خالص. انا معاك، هو دورهم تشريعي. كان الاول مجلس الشعب. استاذ بس رئيس، والله معلي باشا، انا بتكلم في صلب القانون. قال حضرتك ان شاء الله باذن الله لما تنجح عضو مجلس الشعب. هاجي اسالك، ما سفلتش ليه طريق الملك فهد؟ خالص اطلاق. بس هقول لحضرتك، طلعتلي قوانين تخدمني ايه؟ انا والله انا سمعت ان فين القوانين. في 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 نائبه من اكيد قدموا من الثمان نواب. اكيد قدموا يعني، مش قاعدين هم الاربع سنين دول كده. المستشار بعد اذن حضرتك في مشروع اتقدم عندنا، بس من احدى النواب الثمان نواب عن العاملين بالخارج، كانت قدمت مشروع عن النقاب، ان هي بتطالب بالغاء النقاب. بس قدمت مشروع إيه؟ اختلفت او اتفقتي؟ مشروع ايه علاقته بالمصريين بالخارج ودور سياده النائبه عن العاملين بالخارج في البرلمان؟ ايه علاقته؟ في مشاريع تم الاجتهاد وتقديمها، تمام؟ وانا كنت معترض، يعني انا شخصيا كنت معترض على القانون اللي تقدم انه ينزل سياره لكل مصري ويدفع ثمنها تقريبا مرتين. بس هو شغله تشريعي ولا خدمي؟ تشريعي، لكن بس حضرتك بقى عايزاها تتصل عشان تسال عن قضيه فلان. لا هي تقدم قانون بما يكفل حفظ حقوق المصريين في الخارج، هي تقدم قانون بما يكفل انه يحقق امال المصريين بالخارج. لكن هي مش هتنزل تجيب شركة في اعضاء البرلمان الاثنين النواب الله يبارك لهم، الدكتوره ليلى والدكتور محمد النواب عن المدينه او القريه بتاعت سمنود بتاعت عطيه، كانوا بيتواصلوا معايا بخصوص قضيه عطيه. لا بغض النظر دورهم تشريع ولا خدمي. دول عشان يتواصلوا مع حضرتك. لا دورهم تشريع ولا خدمي. لا يعني انا اتحدث دور حضرتك تشريعي. اي نائب اي نائب في البرلمان برضو بيتكلم عن مشاكل اهل قريته او اهل دايرته او الفئه اللي بيتحدث عنها في البرلمان، ما هو دول برضو من المصريين في الخارج. الناس اللي عندها مشاكل بره مثلا 500 شخص بتوع الاحساء دول. انا سؤالي ليه اتفضل. لما هو دور تشريعي قول لي الاربع سنين اللي فاتوا دول قدموا ايه قانون تشريعي لمن يعمل خارج مصر؟ مجلس الشعب لا يحاسب يا محمود. انا مش هروح النهارده اجيب عضو مجلس الشعب واقول له تعالى انت قدمت كام قانون بتاعه. هو حتى لو ما قدمش قانون بروح الشعب وصوت الناس. لو اتحدث عن لم يتقدم بمشروع قانون يحاسب. فهو ساهم في اصدار او عدم اصدار. انا اتحدث عن فين التشريع للقوانين؟ انت قلت لي دور النواب عن العامل بالخارج هو تشريع القوانين المختصه بمن يعمل خارج مصر. قل لي على القانون تم تشريعه بالظبط في خلال الاربع سنين اللي فاتوا دول على من يعمل خارج مصر. اكيد ان شاء الله هلقى وهقول لك باذن الله. بس يعني خلينا في المهم. هو ده مهم. بس بتنتخب ازاي؟ دي انا اقول لحضرتك غلط والنادي بانها تتغير. هو مين اللي بينتخب العاملين بالخارج؟ مش العاملين بالخارج. ما هو دي خلاص امال عايز ايه بقى؟ طب مش حضرتك اللي بتسمعه صوتك. ما هي دي بقى المشكله هنا. يا فندم في نقطه هنا بقى انا عايز اقولها. اللي بتنتخبه دي مبنية، يعني مش عايزين نقول بطل طبعا. لا دي يعني الاصوات من الاول مفترض انها تكون من خارج مصر. هرجع لك في نقطه مهمه جدا بيجي لي عليها اسئله كتير قوي. تمام. اخر تطورات رسوم المرافقين في المملكه العربيه السعوديه. طبعا رسوم المرافقين اتكلمنا عليها اكتر من مره، لكن رسوم المرافقين احنا متابعينها وعن قرب شديد من خلال اصدقائنا داخل مؤسسات الدوله. رسوم المرافقين هيتم تعديلها باذن الله تعالى، دي اخر ما وصلنا ليه. اجتمعوا اجتماع اول وزاره الماليه بالتعاون مع وزاره العمل في بعض التعديلات ليست مؤكده حتى الان، وهي
استثناء من سن سنه حتى سن من سن يوم حتى سن 6 سنوات، وهي ثبات الرسوم على 300 ريال شهري. طبعا هذه المعلومات من مصادرنا الخاصه، نعم نسال المولى عز وجل ان شاء الله تكون اكيده. لكن حتى هذه اللحظه ما زالت الاجتماعات مستمره بين وزاره الماليه ووزاره العمل في انهاء قضيه والبت في موضوع الرسوم العاملين المصريين الموجودين او بشكل عام الموجودين داخل المملكه العربيه السعوديه. يعني ده يعتبر طرح صح؟ طرح لقرار هيتاخد لكن لسه ما اصدرش. لسه لم يصدر حتى هذه اللحظه اي شيء يخص اي شيء رسمي يختص برسوم المرافقين، لكن هناك اجتماعات لان طبعا الموضوع يخص به عدد كبير جدا ويختص به اسر مصريه وغير مصريه. نسال المسؤولين ان يكونوا رفقا بالناس اللي تعمل خارج مصر بالتحديد في المملكه العربيه السعوديه من تطبيق سياسه الرسوم، وهي طبعا مبلغ عالي جدا لما يطبق على مولود او ولا شاب ولا 300 ريال شهريا، طبعا بتحرم اسر كتير جدا من ازواجهم، بتحرم اسر كتير جدا من اطفالهم. فنامل ان يكون الرسوم شيء مادي بسيط. لو خد بالك كمان يا محمود ان احنا يعني عندنا عدد كبير جدا النهارده بياخدش راتب فمش مسدد رسوم. استاذنكم في فاصل اصالحهم ونرجع لكم تاني على طول. طبعا قادرين نعملها تاني. استاذ اسماء حضرتك جالك بعض اسئله خاصه بموضوع التجنيد الحلقه دي والحلقه اللي فاتت. تمام. عايزين احنا دورنا اصلا تثقيف مش بس تسليط الضوء على مشاكل الناس. صح؟ صح. عايزين نقول للناس دي لما يكون سنك قد كده اعمل كذا. لما يكون سنك قد كده اعمل كذا. بس فباختصار شديد اشرح للناس اللي عنده مشكله في موضوع التجنيد وعمال يبعت لنا اسئله. تمام. كبسوله. عشان تبقى الامور سهله بالنسبه لك. تمام. هو بالنسبه للتجنيد للشباب اللي هم سنهم جه لسن التجنيد، فهم لو في حد مثلا وحيد اسره او شقيق يعني وحيد الاب اللي هو معدي 60 سنه او اشقاء صغار ممكن ياخد الموقف. وفي وحيد العائل الوحيد او العائل الاسره للاب اللي عنده 60 سنه بالظبط دوت، يعني هو بيعمل بيقدم اجراءاته او الاوراق بتاعته المطلوبه والنموذج المطلوب هناك في السفاره. فين؟ في السفاره. في السفاره بتاعت الدوله ما عدا ليبيا طبعا. ليبيا انا اقول الاجراء بتاع ليبيا لان بالزبط. ليبيا ما فيش بيحصل دبلوماسيه. طبعا بالنسبه يعني الناس دي لو ليه موقف تجنيدي هو بالتالي بياخد برده يعني بيجدد جواز السفر بتاعه لمده لغايه 29 سنه. يعني لغايه 29 سنه بيفضل يجدد جواز سفره. تمام. اما لو سنه عدى 30 سنه ده بيبقى تجاوز السن التجنيدي فبيدفع المبلغ 588 دولار في السفاره. تمام. واما والده بيعمل توكيل لوالده بيخلصوا الاجراءات من مصر يا اما بينتظر لما تيجي البعثه بتيجي اللجنه بتاعت الدفاع. تمام. طيب. لجنه التجنيد. لجنه التجنيد لما تيجي السفاره. لما تيجي السفاره يدوروا الموقف بتاعه، بس هو بيكون مودي ورقه من الاول السفاره. في ممكن والده بتوكيل في جزئيه مهمه يعني يعمل توكيل لاحد اقارب. طيب ليبيا بقى؟ ليبيا لا، ليبيا ممكن بقى هو يروح المكتب بتاع السفاره ده في منطقه اسمها راس الجديد على حدود تونس. يعني يشوف هو ممكن يعملوا له اذا كان في امكانيه يدفع 588 دولار. ما فيش امكانيه برضو في الحالتين بيعمل توكيل لاخوه عن طريق محرر العقود في ليبيا وبيصد على التوكيل دوت من وزاره الخارجيه الليبيه وبيبعته مصر واخوه او القريب من الدرجه الاولى اللي معاه التوكيل ده بيروح التجنيد حلميه الزيتون وبياخد الموقف بتاعه بيقدم له الاوراق والحاجات دي كلها وخلاص بياخد الاجراءات. استاذ محمود لو هتدينا كده رؤيتك لموضوع التصويت. التصويت انت تقصد تصويت الانتخابات اللي طبعاً احنا طالما بنتكلم عن نواب عن المصريين بالخارج يبقى يجب ان يكون هناك التصويت خارج مصر لمن يعمل خارج مصر هم المفوض الرسمي لدعم الصندوق او للمرشح اللي هو هيكون صوته في البرلمان. يعني المفترض ان هي آلة التصويت دلوقتي ازاي؟ هي آلة التصويت دلوقتي على نظام القوائم، لكن طبعا انت تعلم تماما لما تبقى في قائمه بيبقى العضو نفسه لا مين اللي بيديله صوته؟ مش اللي موجود مثلا في الرياض او في السعوديه هو اللي لا اللي موجود في الرياض ولا في اي دوله ثانيه بيدي صوته القائمه، والقائمه دي بتبقى هي محدده من هو المسؤول عن صوت العاملين بالخارج او من هو النائب اللي هو هيكون عن العامل بالخارج. امال غالبيه صوته بتيجي منين؟ ما هي بتيجي من خلال القائمه بس من منطقته
لا بشكل عام على مستوى القايمة دي الجمهورية. بتاخد يعني جنوب الصعيد وشمال الصعيد والدلتا، كل يعني لكن هنا قايمة ليها شريحة معينة نأمل من اللجنة المحافظات، يعني عدد التشريعية. معين من المحافظات، يعني ابتداء من الجيزة والصعيد كله دول طب ما القايمة. كده معمولة فيها بس نعم، ما كده معمولة بطريقة كويسة جدا، لا ان انا بس بديك ممكن اصوات من الداخل ومن الخارج. طب هو بس الداخل لا يعني يعرف ايه عن اللي هينتخبه عن خارج مصر؟ احنا بالظبط نامل من لجنه التشريع المختصه بقوانين الانتخابات ان يكون من يعمل من مفوض نائب للعاملين بالخارج يكون صوته من من خارج المصريين مصر. في الخارج، من المصريين في الخارج. انت مرشح عن عامل بالخارج، اهلا وسهلا بيك، اللي انتخبك من هو خارج مصر. طب ازاي وهو اداني احقيه ان انا طالما خدمت يعني عملت قبل كده في الخارج ان انا ارشح نفسي عن العاملين بالخارج؟ طب ما تترشح. بس مين اللي ترشح انتخبك؟ نفسك مين اللي من هم خارج مصر؟ ما انا بقى روحت النهارده تمام، بس هينتخبني ليه اللي في الرياض؟ ما انا مشيت. ماشي، ما انت تتحدث عن مين؟ انت سوف تتحدث عن من يعمل خارج مصر. اذا يجب من ينتخبك هو من خارج مصر، هو من يعطيك الضوء الاخضر للتحدث عنه من المشاكل والمطالبه بحقوقه، يبقى هو من خارج مصر. في حاجه تانية يا سياده المستشار، حضرتك عايش في السعوديه بقالك سنين. كنت عايش في السعوديه بقالك سنين، حضرتك لما تنزل مصر مين اللي هيديك صوته في مصر؟ يعني أنا. مين عارف؟ يعني انا بتكلم هنرجع تاني لمحمود في نقطه مهمه وبعد كده ارجع لك تاني عشان عايز عايز نوجه الشكر مع بعض للناس اللي دعمونا. استاذ محمود، في موضوع الكيان ده حضرتك اتكلمت فيه كده، انت شايف ان حاجه زي كده هتساعد المصريين في الخارج وتحقق امالهم واهدافهم؟ في الحقيقه انا ضد اي كيان غير منظم. حلو. وهنا تيجي كلمه تنظيم عندما يكون تحت اشراف مؤسسات الدوله، ومؤسسات الدوله نعني فيها لما نتكلم عن المصريين في الخارج وزاره الهجره ووزاره الخارجيه، لما يكون هناك في انتخابات رسميه مقننه تحت اشراف الجهات المختصه هنخرج بمحتوى كويس. المحتوى الكويس ده هيكون هو حلقه الوصل بين من يعمل خارج مصر وبين المؤسسه الدوله، هيبدا يفلتر المشاكل، هيبدا يفلتر الاقتراحات المهمه ويبدا يقدمها ويكون دوره رسمي. هنا طبعا الناس دي هيبقى دورها رسمي بدوره انعقاد مثلا وان كنا سنه انت ولا شايف سنين. ان في فايده لاي حد ان يكون ممثل او متحدث باسم العاملين في الخارج؟ هاخد محمد يوسف من البحيره، عنده مشكله. استاذ محمد اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سياده المستشار؟ والله في نعمه الحمد لله رب. اولا انا رايس فلاح وانا ما بنعرفش نقرا ولا نكتب زيكم. ربنا يديك بس الصحه. انا نفسي السفير اللي بره يفكر في شعبه واهله وناسه ويخدمهم. يخدمهم، ما يجاملش بالمواطن المصري بره، لان احنا عندنا عيالنا بره بيعانوا من اكبر مشاكل في العالم كله. فاحنا لغايه دلوقتي عايزين نحلوا مشاكلنا، في واحد بيروح هو وزوجته في خلال سنتين ثلاثه بيبقوا ثلاث اللي ما كانش يدفع وممكن يندين. طب استاذ محمد احنا عايزين نعرف مشكله حضرتك ايه عشان نبتدي نستوعب، بس ان في ناس بتتفرج على حضرتك دلوقتي. انا سافرت ثلاث مرات من بره بلدي. تمام. من ساعة ما نعمل جواز وندفع تأمينات وندفع ضرائب وندفع عتاوة وندفع هنا وندفع هنا، يعني بيخرب بيتي قبل ما نطلع بجواز. عندي ما نركب ونطلع من مصر بننحط في دول وندفعوا عتاوة. يعني العقبة المصرية اللي هي ملك الشعب المصري، الشعب المصري هو طالع بره بيدفع فيها عتاوة، وده ما يرضاش حد، لأن دي أرضية. طبعا من محمد انا عايز محمد. عايز مشكله بالظبط عشان اقدر استوعب حضرتك والناس إيه؟ تفهمنا ايه طلباتك عم محمد؟ يجب تغيير السفراء على انحاء العالم. عاوزين ناس يكونوا مثقفين وقلبهم حنين على الشعب المصري. جت رئيس عبد الفتاح السيسي يلمهم ويطلقهم في يوم واحد. بضم صوتي لصوتك عم محمد، ونتمنى ان كل اللي بيمثلونا ان كانوا عاملين بالخارج او بعثه دبلوماسيه بتمثلنا في اي دوله من الدول تكون بالشغف بالاحترافيه اللازمه، ناس عارفه مصريتها، عارفه النهارده قياده الدوله قد ايه قويه وقد ايه بتحافظ على المواطن المصري في الداخل وفي الخارج وبتدعم قد ايه، ولازم هو يكون على قدر المسؤوليه دي. واحنا شايفين ان احنا اللي اتعاملنا معاهم ان كنا في السعوديه او في لبنان او في الكويت ناس محترمه جدا، ناس بتعمل كل عليها، واحيانا اقسم بالله
بيعمل حاجات على مسؤوليته الشخصية غير مكلف ومسموح بيها. أنا هنا طبعا يعني عم محمد الراجل اللي وجه نقطة مهمة جدا، أنا من خلال عم محمد ومن خلال صوت كل واحد أطلب من السادة الرقابة الإدارية بسرعة الرقابة الإدارية على من يعمل خارج مصر، لأن هو فندم من يعمل خارج مصر في السفارة هو في الأول والأخير هو موظف، يجب أن يكون هناك رقابة عليه من قبل جهات أخرى وليست السفير وليس القنصل. يجب أن يكون هناك فتح خط تواصل بين المصريين بالخارج والرقابة الإدارية، لأن نوقف نزيف أي تجاوزات حتى نعمل على تطوير المنظومة بالكامل وننهي القضايا والمشاكل. سيد محمود، أكيد أكيد الرقابة الإدارية قايمة بدورها في ده تمام، ولكن برضو تعال نقول حاجة مهمة جدا. احنا عمرنا ما يصلح حالنا غير لما يشوف حد بيغلط يبلغ عنه. الرقابة الإدارية عملت شغل ممتاز جدا الفترة اللي شايف ان انت بتستهلك او بتاخد منك مبلغ معين من سين من الناس فمش راضي تروح تقول، فمستني ان هم يدوروا ويجيبوه. لا حضرتك مقصر في حقك كتير، انا شايف ده، بلغ وقول اسمه، والناس النهاردة حط ارقامها في كل مكان وعلى كل القنوات الفضائية، ابعت لمحمود، ابعت لاسماء، هيوصلوا شكوتك وهيبلغوا، لان انا ماليش دعوه بالموضوع ده. معانا مكالمه استاذه السودان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ المستشار. اهلا بيكي. اتفضلي استاذه اسماء. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا. اتفضلي معايا. استاذه سوزان من كفر الشيخ. اتفضلي يا فندم. استاذ محمود، حضرتك عارف طبعا حضرتك بتتكلم بالنسبه على المغتربين في المملكه العربيه السعوديه، حضرتك ليه ما اتكلمتش عن استاذ محمد حسني اللي كانت جلسته النهارده؟ حضرتك عارف ايه اللي حصل في الجلسه النهارده؟ ده عار على مصر كلها، عار على مصر ان اللي حصل في الجلسه النهارده. لا لا لحظه بس، بعيد عن العار او غير، بس فاهم محمد حسنين هو مشكله جيزان؟ الاستاذ محمد حسنين اللي هو في جيزان. تمام. ايه اخر الامور اللي وصل ليها؟ القضيه النهارده كانت على موضوع سب السفاره وسب نساء مصر. طب لا لحظه بس، لحظه بس استاذ حسين، استاذ حسين لحظه بس، بس عشان المشاهد يكون عارف قضيه محمد سريعا كده، قولي لي قضيه محمد في دقيقه. محمد حسنين متهم حضرتك في شركه لا وجود لها في المملكه العربيه السعوديه، طبعا شركه وهميه، طبعا شركه ليها مخالفات كتير، متهم باختلاس مبالغ ماليه. تمام. حضرتك تم سبه في السب هو والسفاره ونساء مصر كلها بكلمه انا استحي ان انا اقولها. تمام. قدام ال سبه من مين يا استاذه سوزان؟ نعم. سبه من مين؟ سبه من الكفيل نفسه. كفيل فين؟ في السعوديه. الكفيل كان عنده تقريبا حضور في مكتب العمل، وبعد ما خرج من مكتب العمل مع ان في شهود سعوديين موجودين وشهدوا على الواقعه وعلى السب، تم سبه هو وسفارته بلفظ. طب استاذ سوزان خلينا بس، ليه ما تمسكناش؟ لا لا دي جوهريه جدا، دي جوهريه جدا. معلش يا استاذ سوزان، ليه استاذ محمد ما عملش محضر؟ انا لو في اي مكان في العالم وسبيت المواطن بتاع الدوله دي بتعمل لي محضر. دي معمول اصلا شكوى حضرتك، والنهارده كانت الجلسه. انا مش عايزه اقول اللي حصل في الـ في الـ القاضي، كلمه القاضي ايه، عشان ما حضرتك ما تقوليش مصادرك ايه، لان دي حاجات ما ينفعش. لا 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 لا، اخر تواصل مع الجهات اللي المتصل. حصل بس يعني لما تواصلت مثلا مع وزاره الهجره كان ردها ايه عليكي؟ وزاره الهجره ايه؟ ولا عملوا اي حاجه، هم اصلا نايمين، معلش في اللفظ هم نايمين. معلش، ان احنا كان ما تبقى سفاره تم سبها بلفظ يعني مش عايزه اقوله، او لفظ اصلا ما ينفعش ان هو يتقال. طب هي اتاجلت الجلسه يا استاذ سوزان؟ لفظ سب نساء مصر كلهم بالسفاره، وان السفاره نفسها. استاذ سوزان يعني خلينا بس، انا عايز بس عشان نقدر نخرج بمحتوى كويس دلوقتي. القضيه بتاع محمد، اسمعيني بس، اخذ بعض الاحكام، اخذ فيها براءه. الاحكام اللي الاحكام اللي صدر فيها ضد محمد بعقوبات، قولي لي ايه هي؟ ثلاثة حضرتك تم تبرئته فيه، اللي هو اسمه هو التقرير المحاسب القانوني ده، حضرتك اصلا وزارة الهجرة عجزت ان هي تجيب التقرير ده، تم تبرئته مرتين او ثلاث مرات. حضرتك فين التقرير ده محجب عن محمد ليه؟ ولما طلبوا وزارة الهجرة ومكتب وزارة الهجرة، لو هم عندكم حد يقدر يدخل يتكلم مكالمة تليفونية ويقدر يقول يكذب كلامي، رسالة وزارة الهجرة عندنا في الجروب قالت المكتب رفض. لازم حضرتك حد يكون من المحاسبين هناك في المملكة العربية السعودية. استاذة سوزان، القضية دي لسه منظورة ولا اتحكم فيها؟ حضرتك القضية دي منظورة حاليا. طب ايه اللي حصل النهاردة يا استاذة سوزان؟ محدش من السفارة ظهر. الحكم يا استاذة سوزان، الحكم كان ايه النهاردة؟ ما ينفعش ان انا اقول الحكم كان ايه، لان في جلد وفي حاجات ما ينفعش. طب هل الحكم النهائي اللي صدر استاذ سوزان، بس خليك معايا عشان نخرج يعني بمحتوى مفيد، الحكم اللي حصل النهارده هل حكم نهائي؟
انا بصراحه لا اعلم فيه، بس اللي انا اعرفه ان القضيه كده تعتبر خلاص، لان هو كان المفروض عشان يبقى حكم بقى سواء في صالح الاستاذ محمد او ضد الاستاذ محمد، ان حضرتك ان القاضي قال له مفيش حد، وانت مفوض اصلا من السفاره او السفاره عامله لك توكيل او نساء مصر عاملين لك توكيل عشان تدافع عنهم. طب بعد اذنك طب بعد اذنك استاذ سوزان اتواصلي معانا من خلال مع الرقم مع سياده المستشار احمد، سيب الرقم وانا اتابع مع حضرتك وهاكد بس على حاجه اخيره. احنا مش عايزين الموضوع ياخد اطار تاني، احنا لا احد قادر على سب مصر او المصريين او نسائها، واستاذن حضرتك ان احنا كلنا لازم نتاكد من حاجه زي كده، وغير مسموح تماما، واحنا عارفين دولتنا كويس قوي ان محدش يقدر يشتمنا، واللي هيشتمنا احنا مؤدبين ونقول له معلش وحقك علينا بس هناخد حقنا. اتواصل معانا من الكنترول. كلمة طبعًا أخيرة طبعًا أنا محمد، كلمة أخيرة عشان خلاص بيفصل. محمد طبعًا راجل مصري وعنده مشاكل كتيرة جدًا، نأمل إن يكون في هناك تدخل سريع، لأن الراجل ده مع أسرة ومعاه مشاكل لا تعد ولا تحصى، بيعاني مشاكل صحية لازم يكون واقفة معاه. أستاذ محمد تواصل معايا فعلًا وكان شرح لي مشكلته، وكنت كان معاه شهود مصريين وسعوديين، وطلبت منه إن المصريين اللي هنا يعملوا إقرار شهادة في الشهر العقاري باللي تم والسب والقصف اللي اتعرض ليه. أشكرك أستاذ أسماء، أشكرك أستاذ محمود، اشكركم، تصبحوا على خير، نلقاكم الاسبوع القادم معاك في الغرفة. شكرا.